السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سيام أم وسيف. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم البطاطا القصبية أو البطاطس القصبية اللي كتواجد هذه الأيامات بكثرة. هذا هو الوقت ديالها اللي بغى يستغلها وبغى ياكلها. هي هذا هو الشكل ديالها، ها هو هذا هو الشكل ديالها. هنا ها هي دي بعد ما غسلتها مزيان، هي راه كتحاولوا زعما تعطيوها الخاطر في التنقيه حيت فيها هاد العيبات هادو، كتحاولوا تنقيوها مزيان. وهي كلها البطاطا قصبية كلها هكا كتباع، صافي كتنقيوها مزيان وكتغسلوها حتى كتولي بحال هكا. واخا تشوفوا هاد الحموريه او هاد الضريبات راه هي هكا، واخا كتغسل واخا كلشي كتبقى هكا. المهم عندي هنا واحد الكميه ديال البطاطس القصبيه، والبطاطس القصبيه ديما كتاخذوها على حسب افراد العائله. عندي هنا واحد الكميه ديال اللحم البقري، عندي هنا شي أربعة شي ستة ولا سبعة ديال الدروس ديال الثوم او الثومه. وعندي هنا بصله غادي ندير فيها سكنجبير، وغادي ندير فيها الملح، وغادي ندير فيها الخرقوم، صافي غير هادشي. والزيت زيت الزيتون والقزبر. القزبر غادي نديرو حتى الاخر حيت غادي نجبدو انا من الكونجيلاتور. المهم باش ما يخسرش ليا لا حطيتو دابا. خديت هنا واحد الاناء غنوضع فيه اللحم، وبالنسبة للبصلة غادي نشلضها. كتجي زوينة يعني، كتجي لذيذة، غير جربوها كتجي لذيذة بزاف. صافي غادي نحاول نشلض البصلة هكا رقيقة. وبالنسبة للقزبور ما غاديش نحطو دابا حيت الا حطيتو دابا غادي يكحل ليا، يعني انا كنخرجو ديريكت من الثلاجة وكنديرو من الفريغو وكنديرو نيشان في الكوكوط باش ما يكحلش. هو اصلا كيدار حتى لاخر لحظة عاد كيدار القزبور باش ما كيكحلش، باش كيبقى داك اللون ديالو كيبقى خضيضر وعاطي. زوينه البطاطا القصبيه لاصحاب السكري، ومزيانه حتى لاصحاب الكيمياء اللي كيديروا الريجيم. وكنرحب ديما بالناس الجداد اللي دخلوا عندي والتحقوا بالقناه، كنرحب بهم وكنقول لهم مرحبا بكم في قناه سهام ام وصيف، هذه القناه ديالكم. باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نقطع تنعاود نرجع. بعد ما قطعنا البصله غناخذ دابا هذيك الثومه حتى هي غادي نديرها على هاد المقاس هادي. هي البطاطا القصبية كدار على طياب المقلي، يعني كتكون فيها سكنجبير مغلب وكتكون فيها الثومة. ديما المقلي كيكون فيه سكنجبير مغلب على البزار وتتكون فيه الثومة بزايد، وطياب القدرة كتكون عكس طياب المقلي. طياب القدرة كتكون البزار مغلب. حتى شي نهار ان شاء الله وغادي نطاجي معكم
طير ديال القدرة. صافي دابا غادي نبدا ندير في العطرية، غندير هنا زيت الزيتون، يمكنكم ديروا حتى زيت المائدة. غادي ندير هنا الملح، الملح كتبقى ديما حسب الذوق. غندير هنا الخرقوم او الكركم، غندير هنا سكينجبير، السكينجبير هو اللي قلت لكم كيكون كثير على الابزار او الزنجبيل. صافي البزار غادي ندير هي شويه ماشي بزاف. صافي وغادي نرد دابا فوق البوطه. هنا بعد ما رديتها فوق البوطه غادي ندير فيها هذا الكويس هذا ديال الماء، هو فاش غادي نقلي هذاك الحيمه ديالنا. بعد ما تقلى انا غادي نرجع معاكم. دابا بعد ما درنا داك الكاس ديال الماء صافي كنبداو نقليو بحال هكا. على ما كتشرب هذيك العطريه وداك البصله صافي. ودابا غادي نزيد واحد الكميه ديال الماء اللي غادي يطيب فيها داك اللحم. صافي دابا غادي نزيد، غنزيد دابا الماء اللي غيطيب فيه هذيك اللحيمه ديالنا. صافي ودابا غادي نقفل عليها حتى يطيب اللحم، عاد غادي نطيب نلوح البطاطا قصبيه. هاد البطاطا قصبيه شويه كطيب دغيا ماشي قد قد اللحم كطيب. من بعد ما حليت على الطنجره كنقلب بحال هكا اللحم، باقي له شويه ويطيب. يعني ملي غنزيد دابا البطاطا قصبيه غادي تجي غايجيو هما هذوك في الطياب. صافي كندير هاد الطيطه هذه ديالنا، كل واحد يدير القياس اللي غادي يكفيه. وكنزيد واحد الشويه ديال الماء فين غادي يطيب هذيك الطيطه ديالنا. صافي وغنخليها حتى لاخر مرحله، عاد غادي نزيد شويه ديال القزبر. من بعد ما حلينا عليها هانتوما كي كتشوفوا ها هي دي طابت اللحم، حتى هو ها هو دا طاب. صافي كندير هاد شويه ديال القزبر ها هو دا، كنديرو من الفوق غير شويه بحال غير كنزوقو بيه. وكنخليوها شويه كتقلى باش كيطلق فيها هذاك القزبر، ونرجع معاكم من بعد ما تغلى غنرجع معاكم. ودابا غادي تشوفوا الشكل النهائي. ديال البطاطا قصبيه اللي وجدت حداكم. كنصبط في الحيمة هي الأولى. صافي هذا هو الشكل النهائي.
هذا هو الشكل النهائي. هانتوما كي كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هكا. ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم، واللي ما مشاركش في القناه يحاول يشارك في القناه، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه.